لكن المحللين تاع الصحه انا اشوفهم يتكلموا كره قدم، يجي المكلف بالاعلام يقول لك هادو ما يتكلموش كره قدم، يتكلموا فقط امور خارج قدم. لا يا اخي، بالعكس، انا اشوف بالماضي والمكلف بالاعلام والمقدسين ما يتكلموش كره قدم. ولا مره شفتهم يتكلموا كره قدم. نتحداكم اذا جبتوا لي مقدس ولا جبتوا لي كلام تاع مدرب ولا جبتوا لي كلام تاع مكلف بالاعلام برر فنيا اقول فضيحه كاس افريقيا. وانا دائما اقول انه أسوأ أداء في تاريخ الكرة الجزائرية في كأس أفريقيا هو 2022، رغم ذلك ما شفنا حتى تبرير ولا حتى تفسير فني لما حصل. أنت الآن المدرب لما ما يخرجش يتكلم من الناحية الفنية، المدرب راح بعد 40 يوم باش جا يتكلم لنا في ندوة صحفية، ولما جا يتكلم لك عن السحور ويتكلم لك عن حكم، يعني يتكلم باللغة الإسبانية. يا أخي أنت ابتعدت عن كرة القدم، كيفاش حب الناس تخاطب كرة القدم؟ رغم ذلك الناس جات يعني اتكلم كرة قدم وحلوا كرة قدم امام المنتخب الايفواري، امام المنتخب السيراليوني، امام المنتخب غينيا الاستوائية. خلونا نتكلموا كرة قدم. انا ضد كل من يشخص ضد المدرب ويتهمه بامور خارج كرة القدم، لكن على الاقل نتكلموا يعني كرة قدم. خلونا نحلوا مباراة السويد، كنا سيئين ويعني وسقطنا فنيا، حتى امام النيجر كنا سيئين وفوزنا في الدقيقة، يعني مجرد انك تفوز على النيجر في الدقيقة الأخيرة واللحظات الأخيرة اعتقد هذه تستلزم، ماشي نقول تحطيم المنتخب، ولكن دراسة اسباب هذا الشيء. ما شفت حتى استوديو ولا المدرب نفسه يجي ويسأل وعلاش مع النيجر تأخرنا في النتيجة وقعدنا حتى الدقيقة 90 باش فزنا. كاين مشاكل إذن، ولا واحد تكلم على هذا الأمر. إذن أنا هنا نشوف أنه لازم نتكلموا كرة قدم، خلونا من كلام عن الحكام كل مرة، لأنه أنا بالنسبة لي عيب أمام منتخب النيجر نتكلم عن التحكيم، عيب والله غير عيب، لأنه منتخب ضعيف جدا، منتخب ضعيف جدا. تخيلوا الآن مثلا في أوروبا برشلونة ولا ريال مدريد ولا بايرن ميونخ ولا مانشستر سيتي يجي ينتقد التحكيم أمام فريق من لوكسمبورغ ولا فريق من قبرص ولا فريق من أذربيجان، ماهيش جاية للأمانة. تنتقد التحكيم ممكن في مباراة أمام منتخب الند تاعك، مباراة مصيرية ولا غالب يعني الحكم ظلمك، لكن أمام النيجر لا، المستوى كان سيء جدا، وحتى الإياب كان مستوى سيء جدا. ما نكذبوش على روحنا، كان هناك تجلي للاعبين الجدد هنا باش تعرفوا بأنه المستوى الفني تاع المنتخب ضعيف. اللاعبين الجدد هم اللي كانوا الأفضل في التوقف الدولي الأخير، كان بوعناني، كان شعيبي، كان غايت نوري، هذو هما اللي كانوا الافضل في المباراتين، بالاضافه الى بونجاح اللي كان غائب وما كانش اصلا في القائمه، يعني جا كحل اجباري، وكذلك محرز هذا اللي نشوفه يعني نجم فوق العاده في الكره الجزائريه. الماضي تكلمنا على التعليق اللي يستاهل حارس غايا مرباح ان يكون في المنتخب. والله يا اخي غايا مرباح الان مانيش عارف اذا هو اساسي مع فريق الرجاء البيضاوي او لا. اذا كان اساسي ممكن يستحق الفرصة، مثل زغبة يستحق الفرصة. وأنا أرى بأنه استدعاء الحارس أوكيجا في علامة استفهام غريب نوعا ما، يعني حارس كبير في السن وبالماضي لا يعتمد عليه، وعلاش راك تستدعي فيه الله أعلم. أعتقد أنه لو يتم فتح الباب لحراس آخرين ممكن يكون أفضل. نزيد نقراو التعليقات. شوف أواه يا أستاذ ما فيهاش مع ما تنتقدش المقدس ويجوز انتقاد غوارديولا وغيره. معليش اخي يوسف، حنا نتكلموا اللي نشوفوه على الاقل منطقي، واللي ما عجبوش الحال الله غالب، يعني ما نفرضوا افكارنا ويعني والرؤيه نتاعنا على اي احد. هذه كره قدم، كل واحد يشوفها يعني في يعني في الجانب اللي يشوفه هو. صح فطورك الاخ احمد اخي قادر قدور، مرحبا بك. صح فطورك اخي، ربي يتقبل صيامك وصلاتك من الانتقاد نتعلم اخي. نعم ربي يتقبل صيامك اخي قادر. نعم الانتقاد اكيد هو اللي نتعلمه منه. للاسف بدينا نسمع الان انتقاد هدام، انتقاد هدام. ارواح ورونا واش هو الانتقاد البناء. مازال ما شفتش واحد انتقد وقال له راك تنتقد انتقاد بناء، مازال ما شفتش صراحه. يعني صراحه منذ مجيء بالماضي لم أسمع أنه واحد أشكر واحد ينتقد، هذا أمر غريب. يعني أي واحد ينتقد تقوله انتقاد هدام. صحفي يسأل المدرب من الناحية الفنية في الندوة الصحفية، المدرب يرجع له بطريقة سيئة جدا. لذلك أقول أنه أعتقد المفروض أنه لازم نتقبل الآراء
اللي ما فيهاش اساءه للمدرب، اللي ما فيهاش اساءه للاعبين قبلوها كلها. لما واحد يقول لك انه المستوى كان سيء، وين المشكل؟ لما يقول لك انه المدرب والفريق كانوا خارج مجال التغطيه، اين المشكل؟ اعتقد دبل هو المطلوب باش نصحوا الاخطاء نتاعنا. انيس يقول الاخ احمد اعطينا تشكيل مثالي لمنتخب الجزائر في كان 2024، نحن نتكلم عليها اخي 5 سنوات، هل هناك تطور؟ بالعكس هناك تطور. الاخ سنونو محمد يقول مشكل المقدسين تاع الماضي بشعار انا معاه رابح ولا خاسر. يا اخي احنا نتكلم عن مشجعي المنتخب الوطني ولا نكره بالماضي بطبيعه الحال. خط احمر الاخي سنونو. رزاق عبد يقول مدرب كسول اشهر راقد في قطر يجي مع اللاعبين ويروح معاهم مثل ما فهمتش هذه مثل البرث لقطر. الأزعر عبد الرؤوف اخي الأزعر مرحبا بك، اهلا وسهلا بك، هذه غيبه اخي. سنونو يقول هل عنده خطه تكتيكيه؟ بالعكس محدود جدا. انيس يقول الاخ احمد اعطينا التشكيله المثاليه. نعطيك اخي انيس. محمد يقول بالماضي بالنسبه لي نجح اكمل واذا فشل يهز كابتو وديغاج. سنونو يقول عنده نعم قال الى كاركتر ان كاركتر صار نعم قالها بطبيعه الحال وقال رمى القميص و و و و, و. الاخ البادرينو يقول انت لست منصف يا اخي، الفريق الجزائري كان ممتاز امام السويد حتى الدقيقه 30، اي خروج بن سبعيني بالبطاقه الحمراء كان متزن وموضوعي. في انتقادك وتحليلك ابتعد عن الهواء والحسابات الضيقه. يا اخي ما كان لا حسابات ضيقه لا ولا شيء ولا هم يحزنون. انت ترى ان المنتخب كان جيد يا اخي، هذا اكيد رايك واحترم رايك، لكن انت تقول لي ان المنتخب الجزائري كان جيد في الدقيقه 30 حتى دقيقة 30. يا أخي نمشي معك في ما تقول، كما قلت أنا رغم أني لا أتفق معك لكن احترم عليك، يعني عادي جدا. مش أقول لك لازم تسب المدرب ولا لازم تتفهم المدرب، لا أكيد أنت عجبك الأداء من حقك، لكن وعلاش تقول لي الدقيقة 30؟ المباراة فيها 90 دقيقة ما فيهاش 30 دقيقة، المباراة فيها 90 دقيقة. وإحنا مع المنتخب الكاميروني يا أخي خسرنا في ثانية، كنا متأهلين في الدقيقة 95 أو في الدقيقة 93، في ثانية خسرنا التأهل. إذا كيفاش تجي تقول لي أنه 30 دقيقة كنا ملاح وخسرنا 60 دقيقة كاملة؟ وعلاش؟ أولا المنتخب السويدي أصلا حاليا منتخب متوسط، وشفنا بأنه انهزم أمام بلجيكا في ملعبه في تصفية كأس أوروبا في هذا التوقف الأخير ب3-0 بحضور كل لاعبيه وكل نجومه كولوفسكي إسحاق وغيرهم اللي ما لعبوش مباراة الجزائر، متفقين عليه. الطرد وعلاش انهار المنتخب الجزائري في الطرد؟ هذا السؤال اللي لازم نجاوب عليه، لماذا انهار المنتخب الجزائري بعد الطرد؟ لأنه التدخل تاع المدرب كان منعدم، ما دار حتى تدخل لا من الناحية الفنية ولا من الناحية التكتيكية ولا حتى تغيير الخطة سواء بإجراء تغييرات، وحتى لما غير مناصب اللاعبين واش دار؟ رجع بن ناصر في الخلف. نقولها لك بكل صراحة أخي، انا ما عنديش حاجه ندسها، خاف من بلالي وسليماني باش يخرجهم، لانه واضح جدا واي مدرب يدرب منتخب ولا نادي لما يخرج لك الظهير الايسر مباشره واش تدير؟ يا اما تخرج المهاجم نتاعك وتدخل ظهير ايسر، او تخرج اللاعب من الوسط بشرط انه اللاعب المهاجم تاعك يكون عنده يلعب كره قدم في الوسط، يعني لانه انت ما تغامرش بالدفاع وما تغامرش بالوسط، اول حاجه تغامر بها هي الهجوم، او والافضل والاحرى والاولى انك احتضر اعزائي المشاهدين انك ترجع طوبة لاعب رواق، ترجع طوبة لاعب رواق يعني يلعب كظهير وكجناح، يعني يدي خوروار وحده واش دير؟ تخرج بلايلي. كان واضح جدا اما تخرج سليماني وتدخل ظهير ايسر، واما تدير طوبة لاعب رواق وتخرج بلايلي وتخلي بن ناصر في الوسط. المنتخب انهار لانه بالماضي لما تدخل هو اللي حطم المنتخب، تدخل بالماضي هو اللي حطم المنتخب ومش الطرد، لانه كل المنتخبات تتعرض للطرد، كل الانديه تتعرض للطرد، لكن ليس كل من يتعرض للطرد ينهار. شكون اللي ينهار؟ اللي عنده مدرب قليل الحيله ما يقدرش يدخل هنا المدرب يبان، هنا الحنكه تاع المدرب تبان لما يطرد لك لاعب. يا اخي ماشي نقول لك لازم تربح لكن ما تنهارش، تبقى الوساطير تاع المنتخب والنادي تمشي، هذا واضح جدا. نعطيكم مثال، ليش فعل مباراه بايرن ميونخ وفالنسيا
في 2012 في دور المجموعات في الموسم اللي تاع هايكس اللي بايرن الثلاثيه، سفيان فيغولي، جبت لكم المثال هذا لانه سفيان فيغولي هو المعنى اللاعب نتاعنا، وهذه المباراه تذكرها جيدا لسفيان فيغولي، ادى فيها احدى افضل مبارياته في دوري ابطال اوروبا امام العملاق الباباري بذاك الموسم سنه 2013 اللي كان فيه يعني خرافي بايرن ميونخ. واش دار المدرب تاع باروسيا لما اعتقد الظهير تاعهم شكون كان يسموه، راح لغايا ماشي غايا، المهم الظهير الايمن ماشي الايسر، الظهير الايمن تاع لا الايسر عفوا لا الايسر، لانه كان جهه ريبيري، ريبيري كان يلعب في اليسار لا الايمن، استغفر الله يا ربي الايمن، خلوني نذكر مليح الجهه اليمنى، الظهير الايمن تاع فالنسيا لما ادى الطرد واش دار المدرب نتاع فالنسيا، رجع في غولي لاعب رواق وخرج الجناح تاع فالنسيا وفي غولي رجعوا لاعب رواق، في غولي قدم افضل مبارياته في دوري ابطال اوروبا حسب رايي وكان وراء الهدف، وفالنسيا في ذلك الموسم هو اللي تصدر المجموعه امام البايرن اللي البايرن في الاخير هو اللي ادى دوري ابطال اوروبا. اذا شوفوا التدخل تاع المدرب رغم انه فالنسيا تم اقصاء له لاعب بطاقه حمراء ولعب امام نادي عريق جدا اللي هو بايرن ميونخ، نادي قوي جدا لكن ما انهارش لانه تدخل المدرب كان في محله. وبالتالي يا اخي ال 30 دقيقه هذه اللي لعبناها نورمالمون ما تقولها ليش، لاني انا نسالك 60 دقيقه وين راحت؟ راحت بسبب تعامل بالماضي السيء في المباراه، لذلك انا لما قلت مباراه فضيحه تكتيكيه اقصد بالذات تعامل بالماضي بعد الطرد. اتمنى انه يكون وصل يعني الراي تاعي اخي البادرينو، طولت شويه لكن معليش كلكم تحت يعني تستحقوا اني ندي وقتي كامل باش نجاوب عليكم.